يعني اللي خدهم دول اللي بيقولوا عليهم بلطجيه شغلهم ليه؟ ساعة الثورة قالوا له تعالوا احموا لي الفندق، حملهم الفندق ها؟ وبقيتهم شهرية وعامل لهم شهرية كل شهر، ودلوقتي غدر بيهم. غدر بيهم بقى ايه؟ بسبب اب واحد راح يقبض ما رضيش يقبض، ادي المشكلة. ضربوه بالنار، الضابط ضربه في ظهره هنا. أيام الثورة. ضربه في ظهره. بيركن مكانته قدام الفورمانت شبت مع فرد الأمن. فرد الأمن اتعامل معاه بلهجة وحشة، شتمه وطلع وراه فين؟ على المطلع. طلع ضابط السياحه تعامل معاه بنفس الاسلوب وضربه بالنار. ده اللي حصل. لقينا نجيب الجثه من فوق، تعامل ابن عم ده ضرب بالنار قدام نائب المامور اسمه بلا، وهو واقف ضابط السياحه زميله الثاني. احنا كنا نايمين في حالنا ولقيناهم دخلوا علينا بالرشاشات واحنا نايمين، يعني ما عملوش حرمه للبيوت. كلنا كنا نايمين كده، يفرض عريانين. طيب لما تاخد انت تنزل حكومه في شكل 5 الفجر تضرب البيوت كلها، انا عايز اوري رجلي من غير اذن نيابه ومن غير ما تعرف ان احنا مؤاخذه في حرم بيوتنا، تكسر البيبان كلها يا فندم. بيت بيت ما تسابش ولا بيت، ولا بيت اتساب. التلفزيون كان هنا يا دكتوره فكسروه، وكسروا لنا الدنيا كلها وقلبوا لنا الدنيا وكسروا الحصاله هي بتاعت اخويا. خدوا منها 500 جنيه فتحوها وكانت هنا. لما دبوا هنا بالبتاع وكسروا البتاع ديت، رمونا الهدوم كلها وكسروا لنا الدنيا كلها ولعبطوا لنا الدنيا، ومش عارفين الصراحه نروح فين ونيجي منين. وبرده كابويا، ابويا راجل كبير، سالوا الناس وضربوه وقعدوا يدلوا بالقلم، وقعدوا وانا نايمه في الشارع ما كنتش حاسه بحاجه، فقعدوا يدوس على رجلي وزقوني. قام الضابط زقني كده، الراجل اللي كان لابس وش كده باين عينيه بس، قام زقني قام جرح لي كده الحته دي. والله شفت الشارع ده، انا مصيره الدموع دي، انا بنتي منهم جات لها لمؤاخذه ازمه قلبيه. مصيره الدموع ديت عينينا عينينا وجعتنا، وبقينا نجري وبقوا يضربوا التاني قاسيه، وبقينا نستخبى في البلوكات عشان عينينا. طبعا خلصت موضوع الحريق، ابن طالع لهم يا ناس اتخنقت الناس تحت والاطفال ارحمونا، وقلت ارحمونا راح ايه ظابينه واخدينه وهو دي محروقه الاثنين. اخوه جاي يجري عليه يقول لهم ده ايده محروقه احنا مالناش دعوه، راح ايه خدوه واخوه. مش كده يا حماد اللي حصل في الساحه؟ احكي لي. هو كان بيحوش ده نائب المأمور فرد، هو كان بيحوش كان بيمشي عليه بالكسر. جاي اخويا يجيب ابني ها، راح واخدين اخويا وابني واولادي الاثنين مع بعض، وكنا واقفين ناس بتحرق وتولع، واحنا حاملين 50 عربيه ولا 70 عربيه في مكاننا. جيت قالوا لي ده كسروا الباب وضرب ابوكي وخد اخوكي. جيت لقيت الحاجه دي كلها مقلوبه واقعه في الارض، وقلبين البيت جايبين اللي فوق تحت، بقالي وين لسه مخلصه البيت نظامه. وراح واخد 3000 جنيه و500 في المحفظه والتليفون، راح اكلمه مسكني من شعري موتني. الفلوس دي خدوها رئيس المباعث، تقول له سيادتك اتنين من المباعث خدوا الفلوس من تحت المخده عندنا. في ايه في البراد زي كده يشوف فلوس خدها سلسله بتاع، مش بيدور على سلاح ولا بيدور على سلاح. سلاح هيتحط هنا على واحد مجرم. انت بتدور على ايه؟ في براد ولا في فنجان؟ خدني من على سرير وسط بيتي وامي واخواتي وابويا
وياخدني زي ما انا اقول له طب اجيب محفظتي اجيب بطاقتي مش راضي يسيبني. خدني على العربيه ومن العربيه خدني على القسم قعدنا 4 ساعات في عربيه ما فيهاش نفس ل50 واحد قاعدين جواها لدرجه ان احنا بقينا نجيب ميه. العربيه مالت ميه من عرقنا. هنا بيجي ظابط يكسر عليا الباب واقول له طب استنى اجيب بطاقتي يقول لي لا تعالى زي ما انت. والله يا فندم قال لي اسمك كفايه عشان طالع على النت وبفضح الموضوع بسبب الارض. وهذه المشكله يعني مخلي الناس غلابه جدا باعوا غصب. لما الظابط يجي يلم عيالك حاجه من الاثنين هتبيع ولا تتحبس. ده اللي كان مطلوب من نجيب تبيعه ولا تحبسه. جيت خصخصه 96 نزل علاء مبارك مع نجيب سورس بقى يختار الموقع عايزه بقى كله تمام فاتدين الرمله مساحتها. فراح مشتري من صحابه الاساسيين عشان ما فيش مستثمر يقدر يجي قصاده. والله يا المجاري كان في ناس ولاد حلال يعني كانوا هيدخلوها لنا ناس من تبع نجيب سويرس منعوا الكلام ده يخش. قال لك لا ده المنطقه دي احنا مشترينها من صحاب الارض اساسا ومش هينفع تدخلوا فيها ولا ميه ولا نور ولا اي حاجه لان كده كده احنا هناخدها. لا مجاري ولا صرف صحي ولا عيشه كريمه. وادي هنا بلوكات فيها مجاري وادي هنا احسن فندق في مصر وانا في النص ما عنديش عيب على الدوله انا عايش في العاصمه. بص عادي كام خرطوم حضرتك؟ الخرطيم دي بقى بتنزل المنطقه كلها. كل واحد بقى مشترك في الحاره وفي اللي بيملى على راسه كل خرطوم راح في حاره بس هي هي برضه. بص عشان ده بس يا ده خرطوم مشتركين فيه كلنا عشان نملى بيه الميه. اه جه بقى الخصخصه ضيعتنا من ضمن الناس. لا راس ماليه نفعت ولا الشركيه نفعت. اما ايه اللي ينفع في البلد؟ هنعيش ازاي؟ هنعيش ازاي؟ هذا الراس ماليه اللي عملته فينا يا فندم. شفت الراس ماليه عملت ايه؟ وادي المستثمرين ورجال الاعمال اللي الدوله بتشجعهم يجي يستثمروا عندنا. انا بقول ان الراجل دوت ما كانش بيدي حد فلوس في بيت هيشتريه الا لما كان بيجيبه خليل هو ذات نفسه يجيبه له ارض. يهده بنفسه. يهده بنفسه ويجي يطلع ياخد الفلوس. غير كده مالكش فلوس. بدليل هو واخد حته وسايب حته، واخد حته وحط رجله زي نظام فلسطين واسرائيل، وانا بقولها له يا نجيب يا سويرس مش هتطول متر من الارض. لا مش طب احنا لما يشيلنا هيودينا فين؟ يرمينا في الشارع؟ يجيب لنا حته، يجيب لنا شقق، يدينا فلوس واحنا نمشي ويطلع عيالنا اللي مالهاش ذنب، وياخد البلطجيه اللي بره. ودي صورة اللي هو متاخد وبيقولوا عليه بلطجي، ده شكل بلطجي؟ ده شكل بلطجي وادي بس هو مراته. ده شكل بلطجي ده؟ اهو احنا ناس نظيفة ناس صناعية، دي صور اللي في راسكم اهي. كارنين اهم. ده بيبتزنا وعايز يبتزنا، فعلا حاجة من الاثنين، يا يخلص يا يطور. مش اكتر ولا اقل يا فندم، بس. كل اللي يجي ياخد مننا كلمتين وما بيعملش حاجة، ما فيش حد واقف جنبينا، احنا عايزين حد يقف جنبينا. ما هو عاوز طمعان في ارض. ابعد عني بقى انا مش عاوزك. سيبني في حالي. انا شايف المنظر ده مش عاجبك وهو مش عاجبني انا كمان، بس انا هروق. انا مش عايز اروق عشان خايف النهارده هروق بكره هتشال. هتشال بالعافيه بمزاجك بس بالعافيه هتشال.